توريد الأسلحة إلى المعارضة السورية انتهاك للشرعية الدولية ورهان على الحل العسكري. والله المطار شغال ومنيح وما في أحلى من هيك. وشايف الشعب وشايف المسافرين وفي كثافة سفر كثيرة يعني. كنا شايفين زحمة وفي مسافرين كثير. حركة مطار دمشق الدولي طبيعية تماما رغم قيام إرهابي جبهة النصرة باستهدافه بقذائف هاون. نحن الآن في بلدة القيصر وتعتبر هي من آخر المنافذ التي يستطيع منها المسلحين التواصل فيما بينهم وإرسال الإمدادات إن كان بالمسلحين أو بالأسلحة للإرهابيين. جيشنا الباسل يقطع أوصال الإرهاب على أرض سوريا التي ستكون مقبرة لهم. في اليوم العالمي لحرية الصحافة، الدول الغربية تواصل اعتداءاتها على الإعلام وتمتطي شعار حريته. القوات العراقية تفكك خلايا إرهابية مرتبطة بالقاعدة وتضبط بحوزتهم أسلحة وذخيرة.